اوكي السلام عليكم. احنا عندنا كيس ديليفري، الطالبه ما شاء الله كانت عامله كل البوردر ادجستمنتس باستخدام الرابر وعملت ريليف لكل الارياز، ظلت البيشنت عم تشكي بالمنطقه، بتشكي من الفريم. انا بدي اعطيك ملاحظاتي انه شو اسباب شكوتها من الفريم. اول شيء شوف الثيكنس اوف ذا فريم هون، يعني هاي انت عملتي لها ريليف فيرتيكال ريليف، حنحكي عن فيرتيكال ريليف كمان شوي، بس انت عملت الايفالويشن للفيرتيكال ريليف بانك مسكت الفرينم والدنشر موجود جوا تم البيشنت، مسكت الفرينم وشديتيه وتفرجتي. بس احنا بالفرينم ليبيا الفرينم بالذات ما منشيكه والدنشر موجود. ليش؟ حورجيك الان جوا انترا اورالي، بس خلينا الملاحظه الثانيه ابدا فيها ثم ارجع لموضوع الدبث اوف ذا فرينم. فانت عدلت الفرينم صح؟ اوكي. الان اول شيء البيشنت بتقول لما تيجي تمسك اللب تاعتها وتنزلها كانها قاعده بتمط اللب داونوردز، اوكي، لما تمسك اللب وبدها تحطها تحت الاسنان عم بتحس بالم. طب شو سبب الالم اذا كان الفيرتيكال ريليف صح؟ سببه اول شيء شايفين الريليف اللي انت عملتيه صار زي البوكس، اوكي، ماهوش الكونكشن مع التيشيو مش جاي على شكل ود شيب. لما التيشيو تكون انجلز، في عندي شارب انجلز مع الكونتاكت مع التيشيو، التيشيو بتتحسس لها. والليبيال فرينم بالذات از ا فيري ديليكت تيشيو، كثير ديليكت وبنجرح بسهوله، يمكن انت تجرح عندك، اوكي، انجرحت فاوريدي هي متالمه من الجرح. تخيلي مع الشارب ايدجز، شايفه في هون الزاويه، هيها شايفه هاي بتعلق، هاي زاويه وفي زاويه هون وفي زاويه هون. فكيف بدي اعمله صح؟ انا اكيد مش حلمس الفيتنج سيرفس، اعطيني هاند بيس، انا مش حلمسه من جهه الفيتنج سيرفس. ليه؟ لانه حخرب الادابتيشن. من وين الشغل بده يصير؟ بده يصير الشغل من الخارج. كيف يعني؟ حمشي بالبير، هلا طبعا بدي احكي قبل ما امسك البير لانه مش حتسمعي صوتي. بدي امسك البير واعمل بيفل داونوردز وبيفل تو ذا سايد وبيفل تو ذا سايد. فبشو شو بصير؟ التقاء الدنشر مع الفرينم يكون سموث وراوندد وليس شارب زي البوكس اللي موجود عندي. عندي هون انجل شارب انجل، شايفيتها الشارب انجل هاي، في عندي شارب انجل كمان هون. فالبيشنت اوريدي اتجرحت من الادجستمنتس الاولى، بالتالي مش متحمله اي تجريح زياده. طيب شو بدي اعمل؟ بمسك البير وببدا اعمل فينيشنج، بدي اعمل بيفل لتحت وبيفل لليمين وبيفل لشمال. طيب هنورجيكم اياها. اوكي تو ذا سايد، عم بخفف الثكنس، اذا بتتفرج عمودي ببين معكم. بعدين بعمل بيفل عمودي وبيفل هي اصلا عندنا الروت كونستركشن صح؟ مش المفروض الاكل لك معمول فيه روت كونستركشن؟ يعني كاني ممد مع الروت كونستركشن اللي موجود في اوريدي في البنشر. هاي فصار سموث بيفل من الخارج. من الداخل ما حعمل بيفل كامل، انا بس مجرد بدي اشيل الشارب اريا اللي موجوده بالداخل، راح اعمل كالتالي، بس مجرد لمس للفيتنج سيرفس، ما حعمل جروب كامله، بس مجرد الانجل هاي الحاده شلتها. اوكي؟ هاي موجوده هون، هلا راحت، هاي صارت مور سموث، وكمان معي مجال اخفف من الثكنس، ما زالت ثك، اخفف من الثكنس هاد. الان بتفرج عمودي عشان قديش شوف قديش معي اخفف. لان عندها جود اندر كات، وهي بيشت اصلا شعري بلك تحت النوز. خميله صح؟ هينا هاي عم بخفف منها بالضبط محل ما انت عم تشكي قاعده بعمل. ليش مش بس عامله فوق؟ لانه برضو عندك العظم عنده زي حفره فوقه، فاحنا بدنا نراعي الثنتين، عندها اندر كات كبير، فبالتالي لما تدخلي في جوا الاندر كات بصير فك ليبيال صح؟ اريح، بس برضه الاول دنشر تاعتي اريح، لكن ما هوش معبي الفراغ صح، فبالتالي بدخل منه هواء. فاحنا برضه بدنا نشيل، بس ما بدنا نغير انه يصير يفوت منه هواء. لحظه، انا ما غيرت اي شيء فيرتيكلي، انا بس مجرد عملت بيفل خارجي وبيفل جانبي وبيفل جانبي، زائد خففت الثكنس اللي موجود هون. منه يلا هلا بنشوفه. هلا احنا اغسلي لي اياه، هلا حندخل ونشوفه جوا تم البيشنت. شيل الفوز. اوكي حنبدا، احنا هلا جاهزين التصوير. هلا بدي احط الطقم. هلا لاحظوا كمان شغله عن فيرتيكال، اللي انت كنت تعمليه كنت تحط الطقم وتقولي لي والله كويس وكذا، انا مش هيك بشوف. الفرينم بالذات الابر فرينم حساس جدا، فشو بعمل؟ بشده قبل ما افوت. هلا الدنشر هذا برا، يعني انا دخلت جوا تم ولكن مش مدخل الدنشر في سيتد. هلا راقبي الفرينم بدقه، هل عم برتفع وانا بدخل؟ لاحظي هالحركة البسيطة، في ارتفاع بسيط جدا.
الفريم تخيل قديش بسيط الارتفاع، مع ذلك الفريم ما عم بتحمله. افتح شوي، افتح لا شوي لانك قربتي من، ايوه شايفه هاي الحركه البسيطه في الفريم، هاي حفتحه. شو راح اعمل؟ راح امسك البير، بس هذا لانه بدي اشغله زي الفشل بير. شايفه وين بدي افتح؟ بس الهاي بتاعي، اشي بسيط حزيد عليه. اوكي زيدت عن هاي، لا ما فيش كثير، ما شلتش كثير. يلا هلا بدي اشد الفرينم اول، شايفه كيف مشدود؟ بعدين بدي ادخله شوي شوي. هلا في اي حركه بالفرينم؟ لا، هاي اكسلنت، راحت كل الحركه. طبعا خففنا من الثيكنس وخففت من البيفل، عملته عضي عليه واعملي الحركه اللي كنت بتعمليها قبل شوي لما قلتي انا برفع بحرك، اعملي هالحركه اللي بشفتك بتعمليها وشوفي هلا صارت احسن. شايف الحركة بتنزل اللب تحتها، خلاص؟ خلاص، هي أشرت إنه كل المشاكل راحت. إذا كان شوفي ثيكنس عند الفرينم، ما فيش بيفل أراوند بالكونكشن بين الأكريليك والتيشيو، لازم تكون بيفلد، والثاني كان في داخليا كان في شارب أنجل، وفوق هيك اللينك تاع الفرينم كان غلط، فهي أسباب شكوتها. يعطيكم العافية.